بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الأدوية وطرق العلاج في سباقات الهجن بيختلف تماما عن الغرض من استخدام الأدوية في بقية مجالات الطب البيطري زي الحيوانات اللي هي حيوانات المزرعة والحيوانات المنتجة. كنا اتكلمنا قبل كده على إن الغرض من استخدام الأدوية ليس فقط الإنتاجية كما هو في حيوانات المزرعة أو حيوانات الإنتاج، ولكن هو الهدف هو رفع كفاءة السباقات. والموضوع اللي هنتكلم فيه يخص بشكل مباشر استخدام الأدوية. استخدامات الأدوية طالما هو إنه متعلق برفع كفاءة هجن السباقات، إذا كان على اللجان المنظمة والاتحادات الدولية إن يكون في تنظيم لاستخدام هذه الأدوية. فالأدوية يعني غير متروكة للاستخدام بشكل عشوائي، ولكن الاستخدام محكوم بقوانين دولية، ومنها بالنسبة للسباقات والألعاب الأولمبية والسباقات الرياضية في المجال البشري اللي بيحكمها المنظمة الدولية اللي هي الوادا World Anti-Doping Agency. والوادا دي تقريبا هي برضو مرتبطة ولحد كبير نفس المنتجات أو لحد كبير في تشابه بين المنتجات اللي هي المنشطات أو بيسموها دي الدوبينج ايجنت أو المواد المحظورة، ودي برضو لها هيئة في السباقات الخاصة بسباقات الخيول اللي هي الـ FEI اللي هي الاتحاد الدولي للفروسية، واللي هي معظم الأدوية اللي احنا بنستخدمها في سباقات الهجن واللي هي محطوطة ضمن المنشطات هي تخضع لقانون الاتحاد الدولي للفروسية. طيب ايه المنشطات او ايه الدوبينج ايجنت؟ المنشطات هي اي مادة ممكن ان هي تساعد على عمل تحفيز او اداء غير الاداء العادي لهجن السباقات. فدي ممكن نقسمها الى عده كاتيجوريز او عده درجات. في بعض التقسيمات الى خمس تقسيمات او خمسه كلاسز من درجه واحد الى درجه خمسه، في بعض نقسمها لثلاث درجات. لكن احنا هنقسمها دلوقتي الى مواد بيسموها المواد اللي هي البروهيبتد والمواد اللي هي الباند. دول الاساسيين، التقسيم الاساسيتين اللي هم احنا شغالين بيهم في المواد المحظوره. المواد اللي هي البروهيبت اللي هي معظم او بيسموها الكنترول ميديسين، اللي هي معظم المواد اللي احنا بنستخدمها في العلاجات، ودي اغلبها يا اما هي مضادات التهابات زي الاستيرويد او النان استيرويد، ودي اكثر استخدام في سباقات الهجن، وعلى راسها طبعا الدكسامسيزون او بيسموها الدكسا، ومواد ثانيه كثيره زي الفينالميدازون وزي الميلوكسيكام وزي مواد كتيرة جدا تستخدم في كأنتي انفلاماتوري، ولكن برضه هي من ضمن المواد المحظورة. دي برضه من الكاتيجوري. في برضه الكاتيجوري اللي هي أكتر يعني أكتر حظرا اللي هي لها تأثير على الريسبتور زي الألفا ريسبتور والبيتا ريسبتور، ومن ضمنها المواد اللي هي زي الكليبيترول اللي هي المواد اللي هي مؤثرة على الشعر الهوائية بتشتغل على بعض الريسبتور، والمواد الاعلى كمان بعض المواد اللي هي بتشتغل على الجهاز العصبي. ولكن في بعض المواد اللي هي بنسميها الباند اللي هي غير مسموح تماما وجودها في الدم، على راسها طبعا المواد المخدره زي المورفين والمورفين ديريفيتيفز والكافيين. دي برضه مواد محظوره غير مسموح بيها في بشكل كبير جدا. طب ايه الفرق بين الاثنين وازاي بيتم الاتحادات بتحكم بيناتهم؟ ان كل ماده لها مسموح بيسموها حاجه اللي هو اسمه الديتكشن تايم، واحنا كان نفرق. طيب طبعا لان الدكاتره لما بتيجي تستخدم تقرا النشره بتاع الدواء الليفلت بتشوف حاجه مكتوب حاجه اسمها الويزدرول، والويزدرول دي في حيوانات المنتجه سواء كان ويزدرول في اللبن او في اللحم، فبيقول لك الميلك ويزدرول كذا كم يوم، الميت ويزدرول كم يوم. ولكن الديتكشن تايم يختلف. الويزدرول ده يعني ان يكون الفتره اللي بيكون فيها اللحوم بتاع الحيوان او اللبن لا يوجد به اللي هي دراج ريزيديو من الماده اللي انا بستخدمها. اما الديتكشن تايم دي هي الفتره اللي انا بقدر اقول ان انا المنتج ده او الدواء ده او الدراج ريزيديو ده موجود في الدم او موجود في البول، يمكن ان هو موجود وراه حتى بكميه بسيطه. ولكن الديتكشن تايم ده ان انا بعرف التركيز بتاع الدراج او الدراج ريزيديو في الدم او البول. في بعض الادويه اللي هي قلنا عليها الكنترول
دي ممكن تكون مسموح بوجودها بتركيز معين. مش معنى لان انا ما بستخدم مثلا ناني ستيرويد قبل السباق مثلا باسبوعين، احيانا بتفضل برضه بعض المواد تستمر اكتر من 15 يوم في الدم، زي مثلا الميلوكسيكام في الابل بتستخدم اكتر من 15 يوم في الدم. في الحاله دي انا لازم اكون عارف ان مسموح بوجود تركيز معين في الدم. ولكن في بعض المواد اللي هي البنت غير مسموح بوجود اي تركيز، يعني لو 0.001 ملي جرام في الدم او في البول فده بيعتبر بوزيتيف. مش بس الادويه اللي هي تعتبر من المواد المحظوره او المنشطات، الا ان كمان بعض الممارسات اللي ادخلت حديثا او مش حديثا، يعني هي من سنوات، يعني نقدر نقول في العشر سنوات الاخيره الممارسات بتزيد بشكل كبير جدا، هو نقل الدم. رغم ان هو مش دواء، ولكن الاتحادات المنظمه للسباقات الهجينه اعتبرته من المواد المحظوره، واللي هي كانت وقعت عقوبات كبيره على المستخدمين لعمليه نقل الدم، واعتبروا حتى ان هو نفس العقوبات الموقعه على يعني اكثر المواد حظرا في الادويه. الادويه المحظوره من الحاجات اللي لازم الطبيب البيطري يتعرف عليها بشكل كبير جدا، ويكون حذر جدا في استخدامها، لان على الاقل اللي يكون عارف الديتكشن تايم بتاعها. وده في سباقات الهجن مش موجود، يعني في الخيل معروفه الادويه الديتكشن تايم بتاعها، لكن في سباقات الهجن غير معروف. الموضوع بيجي بالخبره وبالممارسه، ازاي ان انا بدي للحاله المطيه مثلا اديتها دواء وتم الكشف عن الدواء ده مثلا بعد 5 ايام، فبالتالي ان انا المره الجايه مش هدي قبل 5 ايام، ممكن ادي 6 ايام او 7 ايام لحد ما اتاكد ان مثلا 7 ايام خلاص انه بيكون ده يكتشف فيه فحص الديتكشن تايم او فحص الدوبك او فحص المنشطات. وبالتالي هي بتحتاج خبره وبتحتاج يعني مع الوقت تقريبا اصبحت معظم المواد كلها معروف الديتكشن تايم بتاعها، ولكن لما يكون في ماده جديده اللجان المنظمه ممكن تاخد وقت لحد ما تتعرف وتعرف ويتعرف الديتكشن تايم بتاعها. بتفضل الماده دي ممكن تستخدم بكثره في سباقات الهجن. ده كان موضوع المنشطات، وفي حلقات جايه ان شاء الله هنتكلم على تفاصيل اكتر عن العلاجات اللي بنستخدمها في سباقات الهجن. شكرا.